ذكر مصدر أمني أن عناصر داعش الإرهابي هجموا قرية المحيشات الجبور قرب محطة بلد جنوبي محافظة صلاح الدين، لافتا إلى أن الأهالي تصدوا للهجوم قبل أن تأتي قوات الجيش والحشد الشعبي المتواجدة قرب منطقة الاشتباك وتحبط الهجوم، مشيرا إلى سقوط شهيد واحد وإصابة اثنين من منتسبي الحشد، فيما لم تعرف الخسائر في صفوف العدو.